لكن لعله الله يعني يرفع من بقدره. الأشياء اللي تحضر أحيانا يكون في بعض المناسبات، نعم، أن رجلا كان يعمل في قطع الطريق وكذا، يعني كان في حياته في هذه الأمور، حتى أنه يقول أوقف رجل وأخذ ما لديه من المال وأخذ ما لديه من الطعام وجرده من اللباس، قال وسأقتلك. فقال الرجل يعني تخيلت كل شيء، يعني ايش بعد بتقتلني؟ قال الا انا يعني كذا ابغى اقتلك. كان الرجل هذا تمرس في هذا الامر. قال ان ابيت فيعني خلني اولا اصلي لله ثم بعد ذلك افعل ما بذلك. الرجل عندما صلى نظر ما في شيء، قال فنظر فاذا حمامه فوق جذع أو كذا، فقال اشهدي أن فلانا قتلني ظلما. لا إله إلا الله. وذهبت سبحان ذهب الزمان بهذا الرجل. الرجل هذا تدرج به الأحوال، قتل أبو عمر، هو قتل، أي قتل. أي قتل الرجل اللص هذا، أي يعني وصل إلى أماكن ارتفع عن قضية قطع الطريق، ووصل إلى أنه استغنى وصار له مكانة يعني عند أحد الولاة، وكان جالسا يأكل ذات يوم، فرأى في من ضمن الطعام ورأى حمامة مشوية فضحك. فقيل له يعني ليش تضحك؟ قال ضحكت من رجل يوم كنت كذا في قطع الطريق كان يشهد الحمامة علي. لا إله إلا الله، سبحان الله. فذكر الله قصته فشهدوا عليه فأقيم عليه الحد. لا إله إلا الله، شهدت الله. فشهدت هذه الحمامة. وهذه الحقيقة من القصص التي يعني ذكرتها، مع أن القصص هذه مؤلمة. نعم.